عايز اعرف بقى، انت اصلا كنت فان الاجزاء بتاعت ولاد رزق اللي قبل كده يعني؟ لا بتتفرج؟ مفيش، لا خالص، ولا اي حاجة، ولا اي حاجة. يعني كان في مرة في ليلة من ليالي العيد كانوا اهلي عندي في البيت، فجايبين الفيلم بيتفرجوا عليه وكده، وعندي مجموعة كبيرة من القرايب يعني، وشغلوه، فاستوقفني الدور اللي عامله احمد داود. وطبعا فقدامه على ناحية تانية خالد الصاوي. فبالنسبة لي كممثل انا بتفرج على شيء جميل يعني، اتفرج على حاجة للمتعة يعني. فده اللي استوقفني شوية، لكن ما يعني ركزت مع الفيلم وخدت بالي انه يعني من نوعية الافلام اللي ده نجاحه دلوقتي شيء مفهوم يعني. تحس ان هو بقى براند يعني، اللي هو الناس بتروح فعلا تتفرج على براند خلاص مضمونه ومعروفه. بس اتفرجت طيب لما جالك الدور؟ اتفرجت طبعا، كان لازم اعلمها بقى، اروح اشتغل في حدوته، مش عارف هي بدات ازاي، انا لازم افهم المساله فيها ايه. فاول ما يعني تعقدت على الفيلم قلت لا اشوف بقى الاول التاني. بقى. ورونا بقى يا جماعه، تومين يا ولاد رزق. طيب هل بتشوف ان دور سلطان الغول تحول في خطواتك الفنيه عامه بشكل كبير يعني، ممكن من بعده تبتدي تركز اكتر في اختياراتك؟ شوف انا مش بعتمد كلمة اختيارات دي، لانه في حقيقة الامر انه انا يعني يا جماعة احنا مش احنا اللي بنختار، احنا بيتم اختيارنا. فاللي انت تقدر تختاره هو قرارك في اللي بيعرض عليك هتعمله ولا لا، يعني انت بتختار انك تقول او لا. انما انت في النهاية برضو بتختار، بيتم اختيارك في داخل اطار كده معين، هتطلب في هنا وهنا وهنا، فهتعمل انهي في دول. فانت مش مسألة انك هتركز في اختيارات، هي مسألة ان انت هيبقى عندك استعداد او عندك قوة انك تقول لا لانهي مشاريع امتى. بالظبط. انما مش مسألة انت هتختار تعمل ايه، لانه لو كانت المسألة ان اوبن بوفيه واختار اللي انت عايزه، لا هو بتبقاش كده. فاهم؟ يا ريت فعلا ما كانش حد غلب. فترة جاي بقى اركز ان انا اعمل يا ريت. مهم بقى الخيالات بتاعت الصناع هتروح فين. انما كان المفيد في التجربة دي انه انا كنت مدرك انها هتطرحني للصناع بصورة كبيرة، انه اشوف بقى الراجل اللي احنا شفناه بيعمل المنطقة دي، بيعمل المنطقة دي، وبيعمل المنطقة طبعا دي يعني. طب فكرة ان انت ترفض حاجات معينة، انت كنت في الاول في حاجات معينة بترفضها، هل بعد ولاد رزق في حاجات جديدة هترفضها يعني؟ ما هو ده من ضمن الاختيارات، ان انت لا انا عايز اعمل ده، انا عايز اعلى عن اللي انا كنت فيه، ولا انا يعني حاسة ان برضو الموضوع ده هيفرق معاك في حاجة؟ لا هتصدقيني لو قلت لك لا، مش لانه كده كده يعني حلو الدور، حلو على راي استاذ محمود حميد، الدور كويس، هتدوني اجرتي اشتغل. ده عملي جدا. وبيجيب من الاخر. ايوه، فالدور كويس يا جماعه، هتدوني اجرتي، يلا بينا نشتغل. دور كويس ده المعيار. دي المساله. فكره بقى هو هيتعمل فين، هيشوفه كم حد، مع مين، يعني كل دي حاجات تيجي على جنب انه الدور ايه، الموضوع ايه، المسألة ايه. فده كان وسيظل، كنت قبل كده ده الشيء المحدد، نفس المبدأ موجود وهيفضل كذلك برضو، انه لابد ان يكون لازم الدور يعجبني، لازم اكون مبسوط يعني، في شيء من الاشباع، حاسس انه يعني دي الشغله اللي تسند للراجل ده يعني، وبس، وتديني اجري تلاقيني بجري.